بقول له رجلي بتوجعني مش قادره اتحرك. رامز جلال اترفع عليه قضيه، شكلها كده النهايه قربت ولا ايه؟ طبعا متعودين بقالنا سنين ان في رمضان ساعه الفطار الناس كلها بتتفرج على رامز جلال، وفي بعض الناس بدات الفتره الاخيره انها ما تتفرجش عليه لان المقالب بدات تتكرر بشكل هم معتبرينه سخيف ومش حلو، لكن السنه دي الناس كلها اجمعت ان رامز جلال البرنامج بتاعه نسبه مشاهدته عاليه قوي، لان الافكار اللي فيه والحاجات اللي بدا يعملها كانت جديده شويه على كل السنين اللي فاتت. السنين اللي فاتت الناس بدات تزهق وتمل من الموضوع، وعلى الرغم من ده البرنامج ما سلمش من الانتقادات. بس المشكله السنه دي كانت اكبر من كده بكتير، لان طلعت الفنانه سمية الخشاب وبدات تقول انها رفعت قضيه عليه. قالت ان في وقت تصوير البرنامج هي فضلت تقول لهم رجلي بتوجعني، وطبعا ده كان بسبب الحاجات الكتير اللي حصلت في وقت البرنامج من تخبيط ووقوع في الميه وجري وانفاق وحاجات كتير الممثله تعرضت لها وكل الفنانين اللي بيروحوا البرنامج بيتعرضوا لها. بس هي قالت ان هم قصوا كتير من الاجزاء اللي هي كانت بتشتكي فيها عشان ما يتمش عرضها على الشاشه. بعد كده هي راحت كشفت واكتشفت ان في تمزق في الاربطه في رجلها وفي كتفها، ده غير كدمات كتير جدا موجوده في جسمها. وعلى كلامها انه في ناس كتير جدا برضو بتتصاب جوه البرنامج، بس مش كل الناس دي بتقول. واللي زعلها قوي انه محدش اتصل بيها، ولا من الانتاج ولا شخص رامز نفسه اتصل بيها عشان يطمن عليها، ولا حتى فكر يكلمها يقول لها اي حاجه بعد الحلقه، لانه خلاص الحلقه خلصت. لما طلعت في مكالمه فيديو قالت انها بقالها 4 سنين بتعمل مقالب مع رامز عادي جدا، وكل سنه الموضوع بيعدي لان هي بتبقى عارفه المقلب كله من اوله لاخره، لكن السنه دي ما كانش حد عارف، وهي راحت وهي متفاجئه، هي مجرد عارفه انه ده برنامج مع رامز بس هيبقى لقاء عادي، لكن ما حدش عرفها ايه هي تفاصيل البرنامج ولا تفاصيل المقلب. وراحت عادي جدا البرنامج وحصل اللي حصل وبدات تتصاف في وسط البرنامج وفضلت تقول لهم ان رجلها بتوجعها، لكن ما حدش عمل حاجه وفضلوا مكملين عادي جدا، وهي كان عندها مسلسل بتصوره والمسلسل ده متباع لاكتر من قناه، فلازم تكمل تصوير. بس للاسف بعد الحلقه دي لما بدات تحس باوجاع في رجلها وفي ايديها محدش فكر يقول لها تعالي نكشف او نشوف حاجه، لكن هي تاني يوم الصبح بدات تحس ان الالم بيزيد ورجلها اتجبست وقعدت 10 ايام اجازه من المسلسل اللي بتصوره، وكان لازم تفك الجبس في وقتها لان المنتج طبعا مش هيتحمل كل المصاريف دي، وكان المسلسل هيبوظ في التصوير بتاعه، وعشان كده اضطرت انها تكمل تصوير وحملت على رجلها اكتر، وكل الكلام ده على حكايتها هي. لكن المفاجاه هنا في الموضوع انها لما راحت المستشفى في المستشفى قالوا لها انت مش اول حاجه تيجي من برنامج رامز، ده لسه امبارح كان في 3 حالات هنا. فهي طبعا فضلت تتهمهم بان هم متعمدين الاذى لكل الناس دي بما فيهم هي، وشايفين الناس بتتاثر كل ما ده والاوجاع بتزيد والكدمات بتزيد والناس بتخرج من عندهم مصابه، لكن كده كده نسبه المشاهدات بتعلى، فهم مكملين عشان يزودوا نسبه المشاهدات اكتر ويعملوا ايرادات اكتر واكتر. هنا المذيعه زنقتها وقالت لها هو انت فعلا كان شكلك في الحلقه دي متضايق، بس في اخر الحلقه يا سميه انت وقفتي مع رامز وتصورتي معاه عادي جدا وقلتي استنوني في حلقه رامز جاب من الاخر، يعني الموضوع كان بالنسبه لك عادي وانت اترضيتي والموضوع مشي. وبعد الحلقه كمان خدتي الصوره بتاعتك معاه ونزلتيها على السوشيال ميديا واحتفلتي بالموضوع وما كانش فيه مشكله خالص. سمية الخشاب قالت لها لا بس انا نزلت الصوره وكتبت عليها مش هسيب حقي. فالمذيعه قالت لها يعني انت كتبت كده؟ قالت لها ايوه انا كتبت كده مش هسيب حقي فيك يا رامز. فالمذيعه قالت لها طب ما طبيعي كل الناس فهمت ان ده هزار وانت بتهزري معاه لانه خلاص هو رضاكي والموضوع خلص. قالت لها لا انا مش هسيب حقي في الموضوع، ما ينفعش ان انا اتاذي كل الاذيه دي وفي الاخر اسيب حقي وامشي عادي زي ما بقيه الناس مشيت، لانه كتير جدا من الفنانين اللي راحوا اتصابوا وما اتكلموش. فالمذيعه قالت لها هو انت تعرفي مين اتصاب بالظبط؟ قالت لها لا ما حدش عايز يقول، بس بعدها في ناس بتطلع بكسور او متجبسه بس تيجي تقول مش هو السبب ده احنا اتصابنا في حاجات ثانيه، وفي الاخر كلهم بيخافوا على القناه المالكه للبرنامج عشان ما يزعلوهاش وما يحصلش مشاكل ما بينهم. فالمذيعه قالت لها ما هو طبيعي ان هم هيخافوا على القناه عشان ما يحصلش مشاكل. فسميه الخشاب قالت لها لا بس ده حقي والمفروض ان دي حاجه ما تزعلش القناه، لان القناه مجرد انها بتعرض البرنامج لكن في بروديوسر او منتج للبرنامج نفسه، وفي النهايه البرنامج كله بيأذي ناس كتير، فانا مش هسيب حقي وهفضل مكمله في الموضوع. فالمذيعه قالت لها احنا عرفنا ان انت رفعت دعوه قضائيه، الكلام ده حقيقي؟ قالت لها انا من تاني يوم رفعت دعوه قضائيه ومش هسيب حقي في الموضوع. طبعا مفيش شك ان برنامج رامز جلال نسبه كبيره جدا بتشوفه، حتى الناس اللي ما بتحبوش برضه بتشوفه، والبرنامج ناجح رغم كتير من الانتقادات اللي موجوده عليه وكتير من الكلام اللي بيتقال عليه. بس تفتكروا المواضيع دي كلها بتبقى دعايه للبرنامج عشان ينتشر اكتر، ولا فعلا البرنامج ممكن يحصل فيه حاجه بسبب المشاكل اللي بيعملها كل سنه، وكل سنه المشاكل بتزيد عن السنه اللي قبلها؟ ومن كام سنه كان برضه برنامج لرامز في البحر، طلعت الفنانه سماح انور معاه وقالت له انا مش هسيب حقي، وفعلا رفعت قضيه على البرنامج وعلى رامز. وادي السنه دي الموضوع بيتكرر مع سمية الخشاب وقالت هي كمان انها رفعت قضيه. طب هل ده هيأثر على رامز في حاجه، ولا القناه والبرنامج هيدافعوا عن رامز والموضوع هيمشي زي ما هو؟ انا عادل مجدي، اكتبوا لي رايكم في الكومنتات، بيعجبكم برنامج رامز والمقالب اللي من النوع ده، ولا بتحسوا ان الموضوع بيأفور منه وما ينفعش يحصل كده؟